والد ياسر استاذ فهد كلاسي. ايام انا كنت بعمل موسوعه يمكن اضخم موسوعه في القانون كان عندي 27 سنه اللي كتب عنها عصام استاذ عصام حشيش صفحه اولى عن اضخم موسوعه قانونيه بالظبط احمد سامي السامي دي ايام كنت وكيل ما كانش شعره طويل شويه كنت حلوه والمسواك كانت ايه لغايه دلوقتي مازال عايزين نقول توقعات حضرتك للزمالك في افريقيا بعد ابرام الصفقات؟ لا مفيش توقعات، انا بتمنى الزمالك يفوز باذن الله. ماتش الجاي عايزين نعرف حضرتك المفاوضات مع حسن شحاته ومين والتوأم حسام ابراهيم اللي هو اقسم بالله العظيم انا ما شفت حسام ابراهيم من اكثر من ساعه ما قابلتهم في مطار القاهره ورايحين خلاص؟ ولا ليه علاقه بحسن شحاته اليوم التكريم لما جه وكرر في نادي الزمالك الحلقه 14 سر عدم وجود ايمن يونس في منظومه الزمالك لا هينضموا لسه تلاقي الدوري بقى هو ايمن يونس يكفي مكلمني قال لي بعد ما شفت اللعيبه دي والسياسه اللي انت عاملها واسالهم والانشاءات المعموله انا بندم اني ما نزلتش الانتخابات مين هيكتب اللقاء مع الرئيس هيكمل لو الفرقه ما كملتش مين؟ ميدو هيكمل لو الفرقه ما كملتش نحترم التعقد انتوا قعدتوا في لقاء مع الرئيس السيسي للرياضيين تندم على ان هو بس لا هو لا بقول لك هو قال يعني هو كلمني قال لي انا ندمان ما نزلتش علشان اللي انا شايفه في النادي من منشآت واللي انا شايفه من اللعيبه المتميزه انا هو قال كده انا ندمان ما نزلتش كنت قعدت في لقاء مع الرئيس السيسي مع الرياضيين ايه بقى اللي والله احنا في انتظار هذا اللقاء زي ما قعد مع رجال الاعمال هيقعد في يوم من الايام مع الناس المحترمه ان شاء الله المصالحه بتاعتك مع شوبير كلام نهائي ولا في جديد؟ والله شوف الراجل السيسي قال كلمه ما خدش لسه رئيس جمهوريه خلاص والقصه خلصت في 5 ثواني لا شوبير بينافسني في النادي ولا بنفسه في الاعلام طول ما هو ملتزم انا بحترم اي حد ملتزم خرج عن المالوف عندنا الوسائل القانونيه وغير القانونيه تقول غير القانونيه ان انا بقطعك بس لا هيستمر البطولة الكاس وهي الاولى تحت ولايه حضرتك ايه شعورك باول بطوله وماذا تمثل ليك؟ لا انا فرحان بس عشان الجماهير يعني انا فرحان عشان الجماهير فرحانه بس مين هو احسن لاعب في الدوري من وجهه نظر المستشار مرتضى منصور؟ احسن لاعب 2 في سموحه حمودي وطارق حامد والولد بتاع النادي الاهلي الناشئ اللي اسمه عمر جمال وفي نادي الزمالك محمد عبد الشافي. احسن الزمالك يا نعم؟ هيجوا انت الزمالك؟ انا ما باخدش لعيبه من النادي الاهلي. واحسن مدرب؟ احسن مدرب في الدوري محمد يوسف فتحي مبروك الناس اللي طلعت احمد رصيدي مختار وطبعا وخالد القماشي عمل شغل في الشرطه وطبعا احمد حسام لانه من مجموعه شباب وخد الكاس. مثلك الاعلى في الاداره الرياضيه؟ 3 صالح سليم نور الداني الله يرحمه محمد حسن حلمي. رايك في التحكيم المصري وعودته بعد 18 سنه؟ 100 100 انا يعني بصراحه شيء مبهر مجموعه من الشباب والاخطاء الفنيه العاديه دي اخطاء بشريه. تقول ايه للمهندس محمود طارق؟ اقول له ابعد عنك وليد والدنيسي وشوقي حامد حامد عز الدين صاحبي يقعد عندي في المكتب وبعدين يروح يشتتني لا بس حامد ده يعني هو يعني باب مؤدب يعني لا انا عايز اقول لزرقاني ان شاء الله باذن الله خير باذن الله ان شاء الله باذن الله عايز تبقى اخوان اضرب ده انا مش عارف لكن انا حزين من كده لا ولازم الناس تعرف هو بيشتم ليه لانه جالي عايز يرفع دعوه على مؤسسه اخبار اليوم وكان معاه محمد اسمه صلاح امير الزهار كان ساعه امير وقلت له مش هرفع قضيه على اخبار اليوم لو سمحت طبعا طبعا وعامل لي توكيلات على فكره دي المؤسسه اللي انا اتربيت فيها دي المؤسسه اللي انا كنت باكل فيها دي المؤسسه اللي انا جيتها وانا كنت عيل عندي 17 سنه فمن يوم ما اشوف كام سنه بيقعد يشتم فيا ده السر ان هو عامل الحمله دي عشان الناس تبقى عارفه واتحداه قولوا له هو قال كده وهشوف اي حاجه لازم يقعد يشتم طبعا مع احترامي اخ تاني موجود في اخبار الرياضه يحيى زكريا الابيض عايز اعرف عايز ايه ساعه يقول لك مرتضى ده اعظم واحد في التاريخ
وساعة أقول لك إيه الموف صندوق الزبالة يا ابني أنا أعظم ولا صندوق الزبالة؟ فاكر في أيامك برضه لا 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 أول ما أشوف إنك طالع وجاي يفضل يغرب ويلف بالظبط كده أقول له تعالى يا يحيى تعالى يا عم يحيى أول ما أشوفك أقول له مفيش حد بالظبط كده أنت أعظم واحد هو قدامه تمام فللأسف الشديد ما بقول تاني أنا لست فوق النقد ولا مجلس إدارتي بس فارق بالنقد وشتيمة طب ما احنا بننقدك على فكره دكتور واحيانا كتير بكلمك وتليفون التليفون بالظبط التلفزيون بالظبط بيقول حاجه بقول له انا مختلف مع حضرتك بقول لك وبكلمك بقول لك بوضح لك دي لكن بتقول ايه كلب صح حاجه في البيت الابيض يعوي لا تقلق لما تكتب الاخ اللي اسمه ايه دول بس اسمه اسامه خليل ده واخد بالك اللي هو بيلبس بيجامه فوق بلوفر ده لما يكتب كده ان نادي الزمالك نادي الرعاع والبلطجيه ده انت زملكاوي طب انا يا عم طب حسن حلمي كان زمالك الرعاع نور الدالي جلال ابراهيم كمال درويش حسن عامر ابو الفتوح حيدر باشا يا اخي ده نادي احنا حاطين يافطه جديده على النادي دلوقتي نادي الوطنيه والكرامه وانت زملكاوي انا اشك في ذلك عبد الواحد السيد مدير لشؤون اللاعبين ولا في كلام جديد اذا وافق عبد الواحد السيد ده تاني تكريم لي مش عايز هو حر عايز يلعب شويه تانيين خلاص بحريته الشخصيه احنا بنشكر حضرتك يا سياده الاستشاره لينا يا اسم بوابه اخبار اليوم بتوجه الشكر لحضرتك لتشريفك لينا وتشريفك بانعكاس يكون بين احضاننا وان شاء الله يعني تحتفظ به الى الابد وتضم ليه ان شاء الله درع الدوري ان شاء الله في السنه الجايه وبطوله افريقيا ونتمنى لك كل خير وفي ليله القدر احنا يعني بندعو لك وبندعو لكل الاحباء بكل الصحه والعافيه وان شاء الله نتكرر هذه الندوه مره اخرى. انا بدعي بس في ليله هذه ليله المباركه ليله القدر ليله الجمعه ان مصر تعدي بالنفق المظلم اللي احنا وضعنا نفسنا فيه. لكن اطمئناني الوحيد ان مصر المحروسه مش كلام كده ده ربنا سبحانه وتعالى كريم الله سيدنا موسى اتكلم مع ربنا في ارض مصر سيدنا يوسف نبي وزير في مصر اللي ذكر في القران سيدنا طبعا سيدنا محمد اتجوز مريم هو اتجوز مريم المصريه خلاص سيدنا هاجر مصرية ربنا سبحانه وتعالى ذكر مصر في القرآن الكريم بصورة مباشرة 5 مرات وغير مباشرة 10 مرات مش ممكن الوطن الغالي اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه هذا الإرهاب الأسود هيأثر فيه وهذه المؤامرات الحقيرة اللي من تركيا وقطر وأمريكا هتأثر فيه أنا بشكر مؤسسة أخبار اليوم والأخبار إن شاء الله بإذن الله يمكن أول مرة كأس الحرب من الزمالك يكون عندهم وانا في انتظار دعوتي انا ومحافظاتي والنادي الاهلي واتحاد الكوره وكل الرياضيين النقاد المحترمين اللي بينتقدوا بموضوعيه عشان نقعد ونعمل بروتوكول في العلاقه بيننا جميعا لانه هذه المؤسسه العريقه لما ترعى هذا الاجتماع الهام اعتقد بتأدي دور عظيم في رقي الجنه يعني خلاص يعني تحب الفترة تبقى ايه يا وزير مجلس الاستشارة؟ ايوه بس لازم لحد الفترة ده هو الناس لا يعني بعد العيد ان شاء الله باقي المخبرة بعد ما نفطر بعد العيد ان شاء الله